السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات عرض الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية والتوقعات الرصد الجوي التي صدرت قبل قليل ابتداء من زوال اليوم وهذه الليلة، وكذلك التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى بإذن الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فبغيت ربي يسهل لك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. بالنسبة إن شاء الله فترة بعد الزوال إن شاء الله والفترة المسائية، فيتوقع بدنا أن تكون رياح قوية على الرشيدية وتين غير وتبين تورزات وكيم دينو إمن تانوت، وكذلك وطاة الحاج وبو عرفة، وكذلك الجنوب الشرقي للمملكة خصوصا كذلك المناطق الجنوب الشرقية. بالنسبة كذلك لباقي المناطق الأخرى ستكون كذلك بعض الرياح نسبيا قوية على كذلك السواحل الجنوبية للمملكة. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء مستقرة إلى قليلة السحب، مع كذلك إن شاء الله تقدم منخفض جوي أطلسي سنرى إن شاء الله إذا كان سيدخل إلى المملكة في الأيام القادمة. فعلى العموم سوف تبقى كذلك بعض الزخات الرعدية على المرتفعات كذلك الريف ونسبيا ضعيف وإساقن وشفشاون بإذن الله، وطنجة وأصيلة والعرائس ستكون كذلك على تطوان بعض الزخات الرعدية والمرتفعات الريف بإذن الله، لكن تبقى نسبيا زخات مطرية ضعيفة وكذلك عواصف رعدية أعلى أكنول. وأن دور الحسيمة ستكون كذلك أجواء غائمة مع احتمال بعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة كذلك اليوم سيت إن شاء الله فيتوقع أن تكون أجواء صافية إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة، وكذلك سيطرة المرتفع الأزوري الذي تبلغ قيمته 1021 هكتو باسكال. أما بالنسبة للفترة المسائية بإذن الله فيتوقع ابتعاد هذا المرتفع تدريجيا إن شاء الله، سنرى إذا كان سيبتعد فاتح المجال لدخول منخفض جوي أطلسي بإذن الله في الأيام القادمة. بالنسبة كذلك اليوم الأحد ستكون أجواء مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة، ذلك بالنسبة ليوم الاثنين فستكون أجواء مستقرة. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله فيتوقع أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير مع تقدم منخفض جوي أطلسي إن شاء الله في الأيام القادمة. أما بالنسبة كذلك ليوم الأربعاء فهناك مرتفع جوي عملاق يسيطر على الأجواء كما تشاهدون إخواني الأعزاء، يبلغ قيمته 1033 هكتو باسكال، سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وكذلك ستبقى الأجواء مستقرة على معظم القارة الأوروبية وكذلك القارة الإفريقية خصوصا الشمال الغربي للمملكة بإذن الله، ستكون أجواء مستقرة أو شمال القارة الإفريقية ستكون أجواء مستقرة، وكذلك الشمال القارة الأوروبية ستكون كذلك أجواء مستقرة بسبب سيطرة المرتفع الجوي الأزوري على الأجواء المرتفعة العملاقة الذي يسيطر على الأجواء. بالنسبة ليوم 1 أكتوبر بإذن الله وبداية شهر أكتوبر فيتوقع بإذن الله اقتراب كذلك ابتعاد هذا المرتفع تدريجيا إن شاء الله مع ظهور مرتفع جوي أو كما تشاهدون منخفض جوي أطلسي كما تلاحظون تبلغ قيمته 1096 هكتو باسكال، لكن يبقى نسبيا بعيد عن المملكة مع اقترابه إن شاء الله في الأيام القادمة، وسيؤدي إلى ربما إلى جبهة ممطرة ستدخل إلى المملكة كما تلاحظون في هذه المنطقة إن شاء الله. فهذه التوقعات البعيدة تتغير باستمرار، فنأمل إن شاء الله أن تدخل أمطار الخير إن شاء الله في بداية أكتوبر أو في 10 الأيام الأولى من أكتوبر إن شاء الله، لتعم الخيرات على البلاد والعباد إن شاء الله. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك، الله يرحم الوالدين.